أسعد الله أوقاتكم، معكم عماد دواس، أهلاً وسهلاً بكم في سلسلة جديدة بعنوان نوافذ برية. في كل حلقة من حلقات هذه السلسلة سنفتح نافذة نطل من خلالها على أحد مكونات الطبيعة من طيور وحيوانات برية. سنتعرف على الطيور بأنواعها من طيور مهاجرة وطيور مقيمة، طيور زائرة في فصل الشتاء وطيور زائرة في فصل الصيف وطيور مفرخة، كما سنتعرف على عدد من الحيوانات البرية على ندرتها. سنخصص حلقة عن غزال الجبل الفلسطيني، عن الثعلب الأحمر، عن الوبر الصخري وغيرها. كل حلقة من الحلقات ستحتوي مادة مرئية ومعلومات. بالنسبة للمادة المرئية سأقوم بعرض مادة من تصويري فقط، سواء فيديو أو صور فوتوغرافية. أما المعلومات فسأحصل عليها من مصدرها العلمي الموثوق قدر المستطاع، وسأعتمد بشكل رئيسي في التعريف بالطيور على كتاب طيور الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مراجع أخرى محلية مثل كتاب طيور فلسطين وبعض النشرات الصادرة عن مراكز أبحاث وجمعيات فلسطينية عاملة في مجال الحياة البرية. يضاف إلى ذلك كتب ونشرات عالمية ومواقع على الإنترنت. أتمنى أن تنال السلسلة إعجابكم وأن تجدوا فيها كل مفيد وممتع. وفي الختام أود أن أذكركم بضرورة الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء في الحلقة الأولى من نوافذ برية، مع تحياتي عماد دواس.